وسهلا فيكم من جديد، رجعنا لكم بمطبخ رؤيا وهلا ضيفتنا ماجدة. صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. صباح الفل يا ماجدة، كيف حالك؟ حبيبتي. طبعا للي ما بيعرف ماجدة يمكن ما تابع، ما بعرف اذا مش الكل تابع، ماجدة كانت معنا ببرنامج ست النكهات، كم حلقة طلعتي معنا؟ تنتين. بس كانت من الشاطرين صراحة كثير ومميزة، فاليوم عملت لنا أكلة كثير زاكية. طيب ايش رح تعملي لنا اليوم؟ رح نعمل اليوم دجاج مسحب بالبهارات. هي بتشبه كثير للكاري بس ما فيها ولا نوع فيها شبهات كاري. بس طعمها بتشبه بس مع صوص مع كريم او مع صوص؟ لا مع صوص احمر. حلو. ورز كثير حلو. طيب احنا رح نتركك ماجدة، انت رح تتركي. انا رح اترككم. انا باقي. لا انا اترك. اوكي صح، رح اترككم انتوا التنتين تيجي بتدوقي وراح ارجع ان شاء الله. ارجعي. اوكي ماجدة، اذا رح ناخذ اول شيء المقادير حتى نبدا بطريقه التحضير. خلينا نشوف مقادير دجاج مسحب بالبهارات على طريقه ماجدة. ايش حبيبتي؟ هنا سخنتيها. نحتاج ل دجاج مسحب، فلفل حار، فلفل حلو، بصل شرحات، كزبره مفرومه ضمه، فطر مقطع، ثوم، رب البندوره وطحين معلقتين. اما بدنا البهارات، بدنا فلفل ابيض، كبش قرنفل سوري، كركم، كمون، كزبره ناشفه، زيت قلي من شعبان، ملح وفلفل، ملعقه كبيره من الماسترد، ومرق الدجاج. مزبوط. يلا يا ماجده نبدا بطريقه التحضير. اذا اول شيء عم بتقطع ماجده البصل. هاي الاكله من اخذتيها من حدا ولا انت ابتكرتيها ولا شو وضعها؟ لا هو بصراحه هو شيف لبناني كان. اخذتيها منه. زاكيه يعني ريحتها، يعني هي بتبين بسيطه ومقاديرها مش كثيره، بس ريحه الكزبره مع الدجاج والبهارات كثير فظيعه صراحه. طيب اذا ايش اضفنا ماجده؟ حطينا البصل والتومه. اها، وهلا بس يتقلوا شوي بدنا نحط معاهم الفلفل الحار. بدي اسلم على لموش الحر اظن. اوكي اذا هلا ايش عم نعمل ماجده؟ بس عم نحركهم مع بعض. نحرك البصلات. اوكي البصل مع التومة. بدك اخفف لك النار ولا منيحه؟ لا اتس فاين منيحه. طيب حبيبتي تسلمي. بعدين نحط الفلفل الحار. اذا هلا حطينا البصل والثوم والفلفل الحار والفلفل الحار، بس طبعا بدنا نقيم البزر من الفلفل. اكيد انا ما باقي معه فكره. حسب قد ايه بدكم اياه، حسب قد ايش بدهم اياه حار. بالضبط. يعني امبارح كنت متوقعه انه الفلفل مو كثير حار، طلع حار كثير. بصراحه طلع حار مع الطبخ لانه مع التقلايه شكله بشد اكثر. تمام اذا هلا حطينا الفلفل الحار مع البصل والثوم والزيت النباتي. بس نخليه يتقلى شوي. ريحته بتشهي صارت ماجدة. اوكي هلا بدنا نسلم كمان على دعاء شحرور. يسعد صباحك يا دعاء وهبوش الصلاحات. انا رح احرك لك يا هيهم تحت خطي. هلا زي ما حكينا انه البهارات مستخدمينهم نحن، احنا ما رح نستوي الا بس تستوي الدجاج. يس لازم نستنى على الدجاج يستوي شوي قبل ما نضيف البهارات. يلا معنا مش بالضبط. معلش انا لازم بس اشوف شوكولاتتي لاني عم بسيح شوكولاته. اوكي بدنا نزيد معلقتين طحين. بدك كثير مي ولا هيك كفايه؟ اوكي هلا رح اكثر لك. ايش هلا كثير هول؟ يلا هلا بعد ما حطينا الطحين بدنا نحط رب البندوره. حطينا الطحين. اوكي مرقه الدجاج. بعدين بدنا نحط المي. تمام المي. تمام سهل الوصفة. سهل كثير. ومقادير بتوقع موجودة في كل بيت. الماسترد والدجاج لأنه الماسترد آخر شيء. آخر هلا بدنا نحط إذا الفلفل الحلو والفطر. بتعرفي أنا الجاهزة بما إنها سخنة وسخناها رح أسكب لك إياها. أوكي. بدنا نحط الفطر. يلا.
فاذا هلا ضفنا الفطر ماجده، وايش كمان عشان ضل الكل مركز معنا؟ ضفنا الفطر والفلفل الحلو هلا بضل عندنا بس الماسترد، ماسترد اخر شيء، اخر شيء والكزبره. حلو، بس بدي كمان شوية مي. هلأ منحط شوي من الكزبرة جوا صح؟ ولا كل هاي الكمية بتدخليها؟ هلأ هادي تقريباً هي بدها ضمة. بتاخد ضمة. بتاخد ضمة كاملة. بسم الله بسم الله، حطينا الماسترد، حطينا كل شيء، حطي لي شوي. وهاي يا عيني يا عيني يا عيني، هي الدجاج مسحب مع البهارات والفطر، بين على الكاميرا. خليني كمان اخذه على طاوله العرض. ايش ضل تضيفي عندك ولا خلص هلا هيك؟ خلص، بس بدنا نستنى عليها هلا شوي اللي ياخذوا كل المقادير مع بعض. اوكي، وانا رح اخذ لك هاي نحطها جنب الرز المفلفلتيه، بتتقدم مع رز، ممكن نقدمها مع شيء ثاني مثلا باستا، ممكن بزبط اذا بدهم، ممكن مع نودلز مع مثلا، بظن مع رز اسكى، اسكى مع الرز صراحه. خليني اخذ لك الرز هيك جنبهم وأزين لك إياه بشوية كزبرة زيادة، وشوية كزبرة في الكزبرة المقص. ويسلم إيديكي وعينيكي وإيديكي. وصفة سريعة فكرة وسهلة. وصفة سريعة حبيتها، يعني بتقدر تكون محضرة البصل والجاج من قبل بيوم. وقد بتاخد وقت بعد هاي المرحلة؟ ما بتاخد وقت، يعني ربع ساعة ماكسيموم، لأنه أوريدي الجاج مسحب صغير فما بياخذ كثير وقت. حبيبتي سلم ايديكي ماجده، شكرا كثير لك. فاحنا هيك صارت جاهزه وصفتنا هاي الست روان، صارت جاهزه تدوق. تعالي يا روان شمي هالروايح الحلوه. وهيك يلا يا رورو نكون خلصنا. هيها روان دخلت عنا. يلا روان اذا تاخرتي مش رح نعطيكي تاكلي، الحقي حالك. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. عافيكي. يعطيك العافيه ماجده، مبين انه شيء كثير زاكي، كثير عم بحضركم جوا، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك يا رب. يعني اشياء بتشهي عن جد، يسلموا ايديكي. حبيت انه مش كثير صعب بطريقه صح؟ لا لا بسيطه كثير. حلو يعني لست البيت اللي عندها مثلا شغل بتقدر على السريع كثير. حلو، شيء سريع. طيب احنا ماجد بدنا نتشكرك كثير اليوم على وجودك معنا. شكرا لك، شرفتيني. اهلا وسهلا فيكي.